أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب. وبحلقة اليوم نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف الخدمات التعبانة اللي كل شتاء وتحديدا بكل مطرة تصير بموسم الشتاء تتكشف هواية من القضايا اللي الحكومات صرفت ملايين بأماكن الناس تتخيل إنه بالشتاء اللي راح يجيهم يخلصون من الفيضانات ونقص الخدمات، بس العكس هو الصحيح. اليوم السلطات بمحافظة القادسية وجهت بتعطيل الدوام الرسمي خلال أيام ثلاثاء وأربعاء وخميس بسبب غرق الشوارع، ولمواصلة الجهد الخدمي حتى يسحبون مي المطر من الشوارع. بيان ذكر أن المحافظ ميثم الشهد وجه بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء المؤسسات الخدمية اللي ماكو خدمات اصلا بالعراق، يا مؤسسه خدميه ما اعرف. على كل هذا كله بسبب موجه الامطار الغزيره اللي شهدها العراق، ولمواصله العمل على سحب مياه الامطار مثل ما قال ميثم. المحافظ وجه همينا ان يتم تعطيل المدارس باستثناء اداراتها حتى يهيئون بنايات المدارس للطلبه. شي هيئون من عندها همينا ما أعرف، لأنه موجات المطر خلت هواية من المدارس توقع. شون يهيئوها ما أدري، يسووا لها تعزيز، يلزمون شيلمان، يلبخوها، يضربوها صبغ، ما أعرف. أبناء المدينة حملوا الحكومة مسؤولية اللي صاير بمدينتهم من كوارث، وعدوا قرار تعطيل الدوام هو محاولة للهروب إلى الأمام من المسؤولية، مسؤولية انهيار الخدمات، مسؤولية انهيار المباني، مسؤولية انهيار كل شيء بالمحافظة اللي صار بيها، انه غرقت المحافظة وتعطلت الحياة بيها. خلونا نشوف شلون بدت الصورة بمحافظة القادسية وبشوارعها ورا كم يوم من المطر. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، هاي شوارع محافظة القادسية، هاي شوارع مدينة كاملة غرقانة بالعمارات، بالبيوت، بالشوارع، بالأزقة، بالأرصفة، كلها غرقانة. هذا الحال لأنه مطرت كم يوم، فماكو مجاري، المي وين يروح؟ بقى بمكانه، ركد، صارت بحيرات. ففعليا احنا بكل مطره تصير عندنا المحافظات مال العراق تتحول من محافظه الى مدينه فينيسيا الايطاليه، لكن مدينه فينيسيا الايطاليه جمالها بالمي اللي موجود بيها، احنا المي اللي موجود بيها خربها. هذا الفرق ما بين فينيسيا الايطاليه او مدينه البندقيه وما بين مدن العراق. المواطنين هناك تهكموا على حالهم، واللي عاشتها المدينه وراء ما غمرت مياه الأمطار شوارع وأزقة المدينة، وصارت الحقيقة بينة أكثر على الاستعدادات اللي على أساس الحكومة دا تستعد إلها في ظل فشل شبكة الصرف الصحي أو المجاري. واستخدم أحد أبناء القادسية اللي دا تشوفوه هنا بأعلى الصورة، راح أشغل لكم فيديو ورا شوية، زورق حتى يتنقل بإشارة إلى صعوبة التنقل بين أزقة ودرابين المدينة اللي تحولت شوارعها إلى أنهار فرعية. خلونا نشوف. تعال النكتة بهذا الفيديو انه الاخ راكب له طرادة، اوكي، بس النكتة انه ابو السيارة الفات من يمه قال له كلمة اخواننا العرب اذا دا يشوفونا ما افتهموها، قال له تراوس. تراوس يعني تطين البلم او القارب اللي انت راكبه واعطيك سيارتي. هاي قضيه المراوس اللي قصد بيها. فتتخيلوا الحال لوين وصل بالمواطن
أن يوصل به هذا الحال بدولة تعتبر من أغنى بلدان العالم بالنفط وبالخيرات وبالفلوس، بس شعبه أفقر شعوب العالم. ما اقتصرت الفيضانات اللي صارت بالأقضية التابعة لمحافظة القادسية بس، لا، حتى مركز المحافظة مدينة الديوانية اللي انصرفت عليها حسب ما قالت الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق وراء 2003 وراء الاحتلال صرفت ملايين الدنانير، لكن حال الديوانية هو هذا ووثق لكم ياها المواطن. خلونا نسمع. اليوم احنا ويا مركز المدينة، هذا الشارع النسر يسموه، كرسي هذا كرسي ضايع بالمال، هذا التبليط اللي قاعدين عليه، تبليط، عفوا شنو تبليط؟ هذا الشارع انصرف عليه بس خط ناقل مالته، بس مجاري 45 مليار. اليوم الله فضحكم، طلع خيستكم، طلع مصايبكم، السكت عنكم العالم. اليوم كل واحد شريف يطلع ويصور يذبحكم فضيحة. هاي الناس صورها هنا سجاد، شوف البرنامج، شوف هاي الناس ترى انتهت، هاي غرقت، هاي كيف؟ هذا رد اللي غرقت هاي العالم. شوفوا انا قاعد على الكرسي طبعا متعمد، والحسين الشهيد قاعد على الكرسي متعمد الدراويكم، هذا الكرسي ضايع على رجليه وانا رافع رجليه. يا سلام الله، هذا شارع تبليط، تعرفون شنو شارع تبليط؟ شارع سايبين غرقانه شرفه. شوفوا سعد وصلنا لهنا يا سلام الله. اكو شركات ما سيارات تصنع سياره برمائيه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي وبالانترنت وباليوتيوب، تقدرون تشوفوها السيارات البرمائيه اللي هي بها تيارات وتمشي بالشارع، بس توصل الى بحيره ومي وتنزل وتصير بلام. فوجه شركات السيارات انه تدز الى العراق وجبات من هاي السيارات خصوصا فصل الشتاء، لانه هذا حال العراق. واوجه العراقيين انه من يشترون سياره يدور برمائيه لو لا، لان ما راح تفيدك بالشتاء. هوايه من الناشطين والمدونين اعتبروا مدينة الديوانية مدينة منكوبة، أو اعتبروا المحافظة محافظة منكوبة ورما فشلت مشاريع الحكومة اللي انصرفت عليها ملايين بسبب الفساد اللي صار بهاي المشاريع واللي فلوسها تبددت وراحت إلى جيوب الفاسدين. خلونا نشوف قبل أن نستعرض التعليقات. نحن الآن من محافظة القادسية مدينة الديوانية، هذا أحد الشوارع مدخل الديوانية الرئيسي، هذا عينه احد الشوارع الديوانيه، صرفوا عليه هاي المشاريع المجاري 120 مليار مخصصه، صرفوا عليها 45 مليار. هاي النتيجه مال المحافظين والمسؤولين اللي قادوا محافظه الديوانيه من السقوط لهسه. باقوا الديوانيه الاحزاب، فاللي شاهد الحكم الجعفري، هذا الحكم الجعفري، هوسوا يا العالم يا الناس، شوف الديوانية تلغطت، تفلشت، بادوها، نصيح الديوانية منكوبة. هاي على إذا مو زعم أستاذ حسام، هاي من السيارات تجي سريع. هاي شاركت فيها. بعد خمس أيام من المطار. كل المحافظات شاركت فيها وما قدروا ينتشلونها، ما قدروا ينتشلون المحافظة من الغرق. لليوم الخامس على التوالي عطلوا. إحنا بدنا نحكي بس على القادسية. الناشط هنا قالكم هذا الشارع عينة من شوارع المحافظة، وهاي المحافظة عينة من محافظات العراق، لأنه ماكو مكان بالدولة، ماكو مكان بالعراق اليوم من تمطر الدنيا ما يفيض، ماكو شارع وماكو زقاق وماكو منطقة وماكو قضاء وماكو ناحية وماكو بلدة وماكو مدينة وماكو محافظة ما غرقت. والناس إذا شوارعهم هيج جوا البيوت شكوا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارينا لكم إياه من تويتر على هاشتاغ الديوانية محافظة منكوبة. معاذ السامرائي غرد ويقول: نكبة عمرها 20 عام غرقنا بالفساد ونطقت شبكات الصرف الصحي من هول حجمه فطافت علينا. عراقي قح:
وضع الديوانية مخزي، لا شوارع بها حظ ولا بنى تحتية ولا حتى أماكن ترفيهية، فقط مركز المحافظة يسكنوا أكثر من 600 ألف نسمة وبلا خدمات تليق بهم كبشر. هذه تغريدة محمد علي. وأحمد زلزلة غرد ويقول شكرا لكل المحافظين وكل مدراء الدوائر المعنيين وكل النواب اللي بدل أن يراقبون عمل الدوائر صاروا يبتزون مدراءها. وتغريدة أخرى عندنا من هاي التغريدات اللي اختاريناها لكم مشاهدينا الكرام، عندنا أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. والله كريم عليكم وعلى أم الإسلامية كلها. الله أكرم. حبيبي إذا أصلح له لهذا الناشط مع احتراماتي إلى حشامنا الغلط هذا اللي أبسع قال. نعم. يقول من وقت السقوط، لا مو من وقت السقوط، من وقت الاحتلال الامريكي الطايح حظه. نعم. اجاب الساقطين، اجاب الساقطين. هذاك احتلال جاب لنا ناس ساقطين. نعم. يعني استاذ العزيز يعني هذول اكو غيره وشرف عندهم؟ لو اكو غيره وشرف عندهم مو هاي المليارات تسوي، مو عراق تسوي اربعه بقد العراق نوب اربع نوبات. نعم. يعني مليارات مليارات مليارات، وين عفوا هالمليارات الخاطر محمد؟ استاذ العزيز جتنا ناس دايحة، ناس ساقطة، ناس إلى أبعد حد. أجابهم هذا القذر برايمر، وأجابتهم إيران جارة السوء. جارة السوء إيران، والأنقص من إيران تركيا. هو يلام ذاك الرجال من يقول نحن أبو تركيا بقد أبو إيران؟ لا والله ما يلام، ألف رحمة على الله. ناس جتنا ماكو تيد. التاجر بالدم العراقي بالبشر العراقي. نعم. جابوا لنا المخدرات، جابوا التفجير، جابوا الطائفية. الله لا يوفقهم، الله لا يرزقهم ان شاء الله بجاه الحبيب محمد. يا حبيبي والله العالم ترى يعني طلعت من طرفه ترى. نعم. والعي يمشي بالطريقه الاعوج مع احتراماتي مع احترامات شبابنا. العي تجي على المخدرات وغير المخدرات ترى من العوز. نعم. العوز. يعني انت هذا القانون مال الخدمة الإلزامية، لو خدمة إلزامية صحيح وكو جيش وكو تعليم وكو وكو، هاد كلها المشاكل كلها مصير بالعراق. نعم. بس ناس كل من جايبين عصاباتهم وياهم ويريد يستفاد هو عصابته ويمشي. نعم. أنا ممنون من شكرا التاريخ. شكرا لك أبو عبد الله. أبو سمية من الأنبار، حياك الله يا أبو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، أصبح معروفا في هذا البلد أن كل حالة جوية طارئة وكل سوء للأحوال الجوية تفضح الحكومة على الملأ. إن الحكومة في الأيام الاعتيادية لا تتبين رصانتها، تتبين رصانة الحكومة عند الأزمات. وأصبح من المعتاد أن البلد تتكرر فيه الفضائح يوما بعد يوم من غير حل لهذه الفضائح. وأصبح واضحا للشعب العراقي أن الميزانيات الانفجارية التي تقر كل عام هي مجرد تقسيم للثروات بين الأحزاب. أما الصرف على المشاريع والخدمات فإنهم يعطون الشعب شيئا بسيطا والباقي في جيوب الفاسدين. فوق هذا يا سيدي، الحكومات الميليشياوية المتعاقبة في ظل الأزمات انظر إلى إجراءاتها، هي لا تخاطب الشعب ولا تحاول أن تمتص غضبه، بل تزيد في ظلمها واضطهادها وفسادها ضد هذا الشعب. لو نظرت إلى الدول المتحضرة عندما يتظاهر أي طبقة عاملة أو طبقة اجتماعية ترى الحكومة تستجيب وتتعطل الكثير من الخدمات. أما في هذا البلد إن طالب الناس بحقوقهم تقابله بالقمع، لأنها حكومة فاسدة لا تصلح أن تحكم بيتا واحدا. شكرا لكم. شكرا لك أبو سمية. أزمة القطاع الصحي وانهيار خدمات الرعاية الصحية واحدة من أبرز الملفات اللي تقلق الناس واللي تأثر على حياة المواطنين. صار تراجع الخدمات الصحية مشهد مألوف بمختلف المستشفيات وراء هجرة الطواقم الطبية الكفوءة بسبب الاحتلال وما نتج عن الاحتلال واللي نعيش ذكرى العشرين هاي الأيام. ولا تتفاجأ عزيز المشاهد إذا عرفت أنه بعض المستشفيات ما بها سيارات إسعاف أو ما بها خدمة إلى المرضى بالرقعة الجغرافية اللي تغطيها هاي المستشفى أو بمكان هي تغطيه مثلا بناحية ما. مثال على ذلك ناحية النهروان اللي تتبع
إلى قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد. تعاني هاي الناحية وأبنائها من عدم وجود سيارات إسعاف عدد كافي لهم، رغم أنه هي بالعاصمة، وربما أنه سيارات الإسعاف بالمطلق ماكو بعض الأحيان. خلونا نسمع إلى هاي الشهادة. وخدمات ماكو، الناس تموت يوميا في مركز صحي النهروان التابع لدائرة صحة بغداد، أمام دائرة صحة بغداد ووزارة الصحة. تفضل. أخذت الشعة وهلا على الموبايل أصور، الجهاز عطلان ما يشتغل. وايد حالة. صور رجلك. تحليل ماكو. تحليل ماكو، كل شيء ماكو، كل شيء ما متوفر. تجي الحالات وإسعاف. حالات وإسعاف ماكو، العالم توصل نص الطريق وتموت. يا وزارة الصحة، يا دائرة صحة بغداد، يا كل شريف يشوف النهروان أقرب مستشفى لها 41 كيلو، 41 كيلو وين؟ وإسعاف واحدة من المركز الصحي. ولو تطلع لو ما تطلع. أي 41 كيلو، 41 كيلو، يعني إذا واحد صابته ذبحة صدرية لا سامح الله، أو يعني سكتة قلبية مثلاً. 41 كيلو، على ما يوصل الباب المستشفى هو مسلمه. زين بيا زمن الرقعة الجغرافية 41 كيلو، 41 كيلو يعني 41 يمنى يسرى فوق جوا، إذا دهش على رقعة جغرافية بيا زمن هذا الحال. طبعا غياب المراقبة والمتابعة وانعدام النظافة واحدة من المشاهد اللي صارت تتكرر هواية بالمستشفيات بسبب الإهمال الحكومي إلى القطاع الصحي بوزارة لها ميزانية عالية مثل وزارة الصحة. ففي مثلا طوارئ مستشفى الصويرة عفوا، هاي الصورة بطوارئ مستشفى الصويرة بمحافظة واسط، المشهد بيها كارثي ومأساوي، الحالة الفوضى والزبالة والوصاخة اللي موجودة بهاي المستشفى. خلونا نشوف. هاي الصورة ممرض هالطوارئ، هذا معمل مال بورق يسوي سقوف ثنائية. إذا طب المعمل مال بورق حتى يطلع لك سقف ثنائي أو ديكورات بالسقوف، راح تلقي البورق هيك شكله بالقاع، مو بمستشفى، لأنه هاي كلها ميكروبات وفيروسات. يعني الصاحي إذا يطب هنا يلقط له فد ألف مرض. طبعا هاي مو أول صورة نطلعها إلى مستشفى عراقية هذا حالها، بس ويا من تحكي. طبعا الحال ما يستمر بس بالوصاخة، لا، الحالة تعدى هذا الشيء بالمستشفيات والمستوصفات الطبية، من سيارات إسعاف إلى نفايات. وصار إنه مثلاً الطاقم، الدكاترة، الممرضين، المساعدين الطبيين ما موجودين أصبحت، وصارت ملازمة للمشهد الطبي الكارثي بالعراق، إنه تروح لا تلقي علاج ولا تلقي طاقم ولا تلقي طبيب ولا تلقي طبيب طوارئ ولا تلقي طبيب خفر نهائياً. عندنا أحد المواطنين رايح برفقة مريض، لقى أنه المكان اللي هم رايحين له بمستشفى الرطبة العام ما بي لا طاقم طبي ولا تمريضي خفر بمحافظة الأنبار. خلونا نشوف. هو نحن الفجر صار مساء عني، وهاي الطوارئ، هذا ابني مريض، شوف خطية مريض، بس تجي تزور المستشفى وتطلع على الزيارة، من يزور المستشفى الطيب، ما يحتاج ممرضين ولا يحتاج كادر طبي، لا ما يحتاج. نقول لك فسازين موجودة وخير من الله. هاي إدارة المستشفى الفاشلة. زين طب للدار يقولون يا أبا ما تقدر، لأنه ما يصير تروح عليهم يسحبون، أدري غيرك وطبيب بالتناوب ممرضين بالتناوب، يلا تفضل حك ولا طير، راح أخذ ابني وأطلع. زورت المستشفى الريحة طاقتي، مستشفى مشغلة قرآن، احنا وين؟ هاي مستشفى لو جامع. زين صدق الطاقم الطبي وين؟
شو المستشفى عبالك مدينة مال أشباح؟ تذكرون الأفلام الهوليوودية اللي طلعوا لك مدينة مهجورة ويروح واحد يزورها فجأة دا يريد يتذكر تاريخ عائلته دا يروح يطلع صور ويتذكر هاي المستشفى طابلها من كان صغير ويروح يفتر بيها نفس الصورة، بس الصورة تختلف إنه ما بها قلوبات تشتغل، وإذا كانت تشتغل بالفيلم فترمش. الحمد لله القلوبات ما كانت ترمش. الناس لما شافوا هذا الفيديو علقوا على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك أم أمير تقول مو شيء جديد على وزارة الصحة يمنا، مستوصف ما بي دكتور بس الممرض وبكيف ينطيش علاج، اشتكينا اللغة والمستوصف كله، حي الجهاد كبرى ما بها مستوصف، نروح للمناطق المجاورة تاكسي روحوا جاية 6 أو 7 آلاف وينطونج باراسيتول أبو الربع وكبسول أبو الألف والباس بألف. أكرم الكعبي، ماكو رقابة وماكو دوام صحيح، والأطباء بالمستشفيات الأهلية مخلصينها والعيادات الخاصة يشتغلون فقط على العمليات اللي بها أذية للناس الفقرة، وعلاج ماكو بالمستشفيات الحكومية فقط بالصيدليات الخارج المستشفى، العلاج وكله غالي لأنه إحنا بالعراق بدون رقابة ومحاسبة. نوفل عدنان، يجب أن يكون قضاء إداري عادل يحقق من موظفين يتركون عملهم بدون عذر، هذا جريمة قتل. وعلي أوميد يقول وزارة الصحة العراقية من فشل إلى فشل، مستشفيات حكومية أغلبها وسخة وعلاجات قليلة وكوادر طبية ضعيفة في خدمة المرضى، لهذا المريض العراقي ذو الحالة المادية الجيدة يسافر خارج العراق للعلاج. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. وعندنا عقيل من بغداد، حياك الله يا عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذي؟ شو الصحة؟ هلا بيك يا الغالي. احمد وجهك على مود هذا البرنامج قاعد اباوع على مال على غافدين زعت غافدين ايش بيه؟ والله هذا البرنامج خوش احمد برنامجكم والله شاهد ايش بيه؟ بس تعال احمد برنامجكم خوش برنامج الله يسلمك. اي والله قاعد اباوع عليها هسه حاليا احمد وجهك البطر نعمه زين؟ نعم هسه متم تغزل زي قلوبني. الله وكيلك العباس كفيلك زين؟ نعم. نلزم قلوبنا زين، لا مطرة الدنيا، لا تبليط، لا مجاري، لا مدارس يمك، حياة تعبانة، السوق يوم عن يوم قاعد يصعد، تروح المستشفى كل شيء ما بي، يا أخي ما فيش حياة. نعم. والله ما فيش حياة. نعم. زين؟ عم الله عليك والله هذا البرنامج خوش برنامج، بس تعال لما تحكي ولما تقول انت قاعد تنادي وما يفيد النداء، يعني ما يفيد الحكي يا اخي. تروح لا يمك مستشفى، لا يمك سيارة اطفاء، لا سامح الله سيارة اطفاء يحترق البيت ويكمل عود يجولك زين. لا مستشفى قريبة عليك احمد وعديك لما تشتكي ولما تقول شارع تشتكي عليه ابويا الشارع معودين هذا طين هذا اذا ندى تبليط كتابنا وكتابكم احنا ضالين انا لله وانا اليه راجعون. نعم 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 شكرا شكرا لك اخ عقيل. وبالنسبه الى البرنامج هذا واجبنا تجاه وطننا واتجاه شعبنا، فلا شكر على واجب. ابو علي من كربلاء، حياك الله يا ابو علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذي احنا بالنسبة من كربلاء المقدسة، يعني بالنسبة للمستشفى الحجة اللي قبل فترة طلعت عليه ليش ما يحاسبوهم؟ يعني انا اروح كشيء كشفية واحد ابو 15000 دينار زي. يعني المريض وين يروح؟ زين مستشفى خيري هو كاتبين عليه مستشفى الخيري، زين هو خيري اذا عاملك اعلى من العيادات الرسمية زين، صيدلية ضيافة سعر العلاج بعدين زين، مستشفى الحجة هذا ليش ما يحاسبوهم؟ يعني يخافون منهم ليش؟ نعم والله يا أستاذ يعني ما أدري، مستشفى حكومة تروح كل شيء ما أدري تروح ما عنده غير قيسك لغو سكر يقول لك قيسن وتعالي ما أدري شي يروح الله وكيلك طلع عندي سكر يقول ما عنده قيسن وتعالي، يعني حتى جهاز ضغط وسكر ما عنده زين. يعني مشكلة يا أخي مستشفيات يعني اسمها بس اسمها مستشفى، يعني لا بيها خدمات لا بيها شيء، يعني تروح عليها تتاخذ عندي ابنه بالليل تخربط، رحت عليه على طبيب الطوارئ قال لو تلحق عليه لو ما تلحق عليه عنده مصانع و زين نعم اخذته ارسل بي وقال لي روحوا للمستشفى مال الرجال للمال الاطفال واحد لازم تونار
الليل ماكو سونار، رحت عليهم قالوا ما عندنا سونار، اطلع على حسابك، رحت وديت على حسابي، قالوا ابويا ما في شيء غازات، قالوا يعني خبلنا ذيك الليله على الله وكيلك، يعني حتى واحد اعصابه انهارت ما اقدر اسوق بالسياره، ما اكو طبيب، يعني كلهم مقيمين ما يعرفون ما عرفوا شو. شكرا لك ابو علي. وهذا الواقع الذي يعيشه العراقيين. يعني شنو ذنب الاب يروح او الاخ او الابن او الزوجه او الزوج ياخذ يا مريض ويقعد هو يحير بيه، لعد هو طاب المستشفى ليش؟ حتى يطلع برا ويقيس الضغط ويقيس السكر وياخذ سونار ويرجع لكم، خب ياخذ دوراته هو يعالج نفسه بنفسه. بس عندي شغلة واحدة قبل ما أدخل بالملف، أنا أوجه عناية السادة المهندسين المدنيين أنه يروحون يتعلمون طرق بناء الموانئ، لأنه بكل ميناء أكو لسان حجري لغادة من الميناء على مود إذا صارت عاصفة بالمي، المي ليأذي البواخر فيكسر الموجات حتى ما توصل إلى الأرصفة مع الميناء. فأوجه المهندسين العراقيين المدنيين العراقيين أنه يروحون يتعلمون طرق بناء هذا اللسان بالذات، مو الميناء، هذا اللسان، وكل بيت يبنوه يبنوا له لسان حتى من تفيض الدنيا المي لا يطب لهم. يعانون العراقيين من الانتقائية بتطبيق القوانين وفشل المنظومة القضائية اللي صارت أداة بيد الأحزاب وميليشياتها ورا عن عجزت عن تطبيق القانون بما يعجبها واللي صار براس ابن الخايبة بس، وتحول هذا القانون سيف مسلط على رقاب المواطنين الفقراء اللي يساقون إلى السجون بدعاوى كيدية أو باعترافات تنتزع من عندهم غصبا ما عليهم تحت وطأة التعذيب واللي حرمها القانون الدولي، أو يتم ارتكاب بعض القضايا من قبل أصحاب النفوذ عليهم حتى يخلوهم بداخل السجون، وتتعدد مظلومية المواطنين اللي متأثرين بفشل القضاء وازدواجية تعامله ويا العراقيين، ومنها هاي المظلومية اللي أجبرت إحدى المسنات على أنه تناشد ورا ما انفجرت غضب على ابنها البريء اللي تقول أنه انسجن بدعوة مدنية بدون ذنب يذكر. خلونا نسمع. وهي عادي دز عليا ابني مظلوم، ابني مظلوم، الواحد ما عندي غيره والله، والله وابني أمي ما أقدر أحجيكم، دز عليا دز عليا أقولكم على قضية ابني، ابني الحمد لله والشكر دعوة مدنية، لا إرهابي ولا كبسلة ولا شيء، ابن أمي وبس أنا حجي بس أنا وقاعدة إيجار، وين محمد الحلموسي؟ وين رئيس الوزراء يدد على أم مظلومة وقلبها محروق؟ واحد توه مطاب جرحة بقلبي مجهول الهوية، وواحد ظلم ظلم انحبس والله ظلم. الله يعين قلبها. تعرفون هاي الحالة قبل لما كانت أكو غيرة عند العرب لما مرة تكشف شعرها حروب تقوم عليها، ووحدة استنجدت بالمعتصم قالت ومعتصمة طلع لها جيش مو كشفت شعرها. أشكال الظلم اللي تسبب به القضاء هواية كبيرة ومتنوعة وبها هواية من الأمور، منها المخبر السري واللي كلكم تعرفون عنه، وأكو ظاهرة تشابه الأسماء واللي بسببها هواية من الناس هسه ورا قضبان بالسجون، على الرغم أنه ما لهم أي علاقة بالجرائم اللي ارتكبوها الجناء الأصليين، لأنه أكو تشابه أسماء. تخيلوا بالعراق إيش قد أكو محمد حسين وحسين علي وعلي حسن وجاسم محمد ومحمد جاسم، إيش قد أكو بالعراق؟ لا، وتصير الثلاثي وتصير الرباعي. أنا أعرف أشخاص عندهم تشابه أسماء رباعي. تخيلوا شنو حالهم ذولا يصير بهم. واللي عندنا هالمواطن اللي تفاجأ أنه البنك الفدرالي المركزي حضر اسمه ومنعه من السفر وما مسوي أي شيء هو، ويقول كل هذا الشيء صار لأنه تشابه أسماء. خلونا نشوف. المفروض بعد كم يوم عندي سفر، فرحت طبيعي كأي مسافر، فيزت جبت موافقة أمنية
موافقة لدخول مصر الجمهورية العربية. هاي الموافقة الأمنية. وهاي المركز السياحي المصري العراقي. وهاي الفيزا. اليوم تفاجأت من جهة الشركة ببغداد بالكرادة. الموظف قال لي استاذ انت ممنوع من السفر. قلت لي ابا ليش ممنوع من السفر؟ قال لتشابه اسماء. اسمك مشابه ل 17 شخص. هذول ال 17 كلهم مطلوبين. فانت عليك تشابه اسماء بنسبة 97%. طبعا 97% نسبة جدا كبيرة. قلت له زين؟ قال المفروض تروح تقدم طلب حتى يشيلون من اسمك يشيلون من عندك هذا تشابه الاسماء. ومو بس هاي لا، البنك الفدرالي الامريكي حاضر اسمك من التعاملات الماليه. يعني هنا مباشره تخيلت نفسي زعيم ميليشيا، زعيم عصابه، بابلو سكوبار، تاجر مخدرات كبير، ولو تجار مخدرات حاليا جاي يعني عايشين حياتهم طبيعيه، تجار السلاح كذلك، تجار الدم عايشين حياتهم طبيعيه. زين انا مواطن بسيط، البنك الفدرالي الامريكي حاضر اسمي من تعاملات ماليه، ليش؟ ليش يا اخوي اسمك مش شابه ويا 17 واحد؟ ما تخاف الله مش شابه اسمك ويا 17 واحد، روح غيره لاسمك. طبعا حلها بسيط. اذا اكو تشابه اسماء ثنائي ثلاثي ورباعي وما قدروا يحلوها، اسم الام. بس بالعراق ما يردون يحلوها. ناس علقت على الموضوع، امير الموسوي يقول ابن خالي نفس حالتك، 4 أشهر سجن وتعذيب وخسر ملايين، يلا طلع ما عنده شيء. فاطمه ياسر، اخوي راح بسبب تشابه الاسماء ظلم، حسبي الله ونعم الوكيل، وانفصل من وظيفته. ومحمد هيثم يقول هاي كارثه ما تخلص، موضوع تشابه الاسماء ناس انظلمت وراحت من وراء هالموضوع. وعلي الدهامات يقول هذا الملف ما ينتهي ولا راح يكون له حل، لان باختصار بتجاره وتغطيه على هواي اسماء مشبوهة. وكانت هاي تعليقات الناس حول قضية القضاء وتسييس القضاء. علي من الكوت حياك الله. علاوي تسمعني؟ إذا أمكن نصل للتلفزيون اسمعني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا معوق حرب عندي. والنعم منك. نحن نبغتك مع راتبنا ضعيف، ليش ما زودوها؟ وين نروح؟ احنا دافعين الوطن. هدفنا الواحد. يعني انت تتبع دائرة المحاربين القدماء؟ نعم، بحرب العراقيين ايرانيتها وقت. طيب دائرة المحاربين القدماء يعني من تراجعهم شو يقولوا لك؟ وين تصير هاي؟ بالعراق. بأدب يوم خال ما عندك هو. هي بغداد تقدر تسأل أي دائرة تجنيد أو أي واحد من جماعتك أو تسأل عليها أي أبو تاكسي دليك عليها. رحم الله والديك. ووالديك. شكرا لك على الزحمة، رحم الله والديك. لا أخوي علاوي، المفروض تسأل على هاي الدائرة اللي أنت تتبع لها أو الوحدة اللي أنت كنت تداوم بها، تروح عليها تقول لهم يا أبا أنا كنت أداوم يومكم وصارت هذه حالتي، أريد أعرف وضعي وين صار، يحولوك على الجهة اللي من المفترض أنه أنت تروح لها. رحم الله والديك. والديك الرحمة أخوي. إن شاء الله رمضان كريم عليك وعلينا. الله أكرم علينا وعليك يا ربي، وعود عليك بالخير والعافية. اللهم أجمعين. شكرا شكرا لك. كرار حياك الله يا كرار. كمال من كركوك العفو. نعم نعم، أنا أحييك وحيي قناة الرافدين الأصيلة. حياك تحيا والدوم أخوي. والله أنا بالنسبة ما أعرف شنو الموضوع، بس قلت أريد أناشد العراقيين، يعني العراق والعراقيين. نعم، إحنا أكثر من موضوع الصحة والقضاء والأبرياء اللي بالسجون والمخبر السري والفيضانات بسبب الخدمات، هواية من المواضيع طلعناها. نعم. يعني أنا أقول يعني هل إحنا يعني الشعب العراقي إلى من توحد وده نشوف هذا الفساد؟ يعني إحنا ما عندنا حكومة. نعم. إيه. يعني احنا احنا دا نقول يعني كافي مناشده، لان هاي مو حكومه يعني وطنيه، ما نناشد، نريد نطلع طلعه وحده، قلب واحد العراقيين من زاغو الى البصره. نعم نعم، يعني نزلنا نفسنا لهاي الحكومه ويا حلبوسي ويا كلهم ناس مجرمين، ناس جاية قتلة للشعب العراقي. نعم. No.
وهاي مناشدتي يعني بس يعني اقول نعم. يعني خلي العراقيين كافي يطلعون طلعه واحده ضد هاي الحكومه الفاسده. نعم شكرا لك اخ كمال. كمال وجه رساله الى ابناء الشعب العراقي يقول ما لكم علاقه بهاي الحكومه، لكم علاقه بانفسكم. تحول العراق بكل مقدراته الى غنيمه ولقمه سائغه بحلق الطامعين بي من اللي تصدروا المشهد وصاروا يطلق عليهم بالمتنفذين، وما سلم من طمعهم لا مال عام ولا مال خاص. مثلا بالبصرة اللي تحولت إلى ساحة لصراع مافيات الفساد اللي بين فترة وفترة تبرز قضية من القضايا تتعلق بهيمنة هاي المافيات على أراضي مهمة تابعة إلى الدولة العراقية وتقسمها بكيفها وتبيعها بكيفها على الرغم من عائديتها. خلونا نعرف على تفاصيل واحدة من هاي القضايا بهالمقطع. إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة النزاهة وإلى كل بشر معني بهذا الفيديو، هاي اليوم القدام اللي جاي يشاهدون هاي الساحة من جسر الزبير إلى ساحة سعد، شارع خدمي، ساحة كبيرة موجودة اليوم استولوا عليها مافيات الأراضي، وهناك أخبار استولى عليها أحد أعضاء مجلس النواب. هاي الأرض يا محافظ البصرة اللي مسافتها أكثر من 5 كيلو مو اليوم أولى تكون عليها مشاريع متنزهات وغازينوهات ومتنفس لأهالي البصرة؟ هاي أرض خصبة اليوم ما عليها بيوت تجاوز. هاي اليوم أنا ما أعرف التجاوزات مع غازينو لبنان وغير غازينو لبنان مع بعد إيجاد البديل، لكن الأولى اليوم تقيم مشاريع على هذه الأرض اللي موجودة اللي ما بيها بيوت حواسم اللي احتلوها مافيات الأراضي. اليوم ما معقولة هاي الأراضي تغتصب بهذه الطريقة وما موجود لأهالي البصرة متنفس. كازينوهات بالنسبة إلى الناس يحكي عليها بالبصرة، هو مدينة السندباد السياحية اللي هي تخبل صار خرابة، تتوقع يبنوا لك كازينو؟ لا، هم يفكرون يبنوا لك مول هم يستفادون من عنده، يبنون مركز تجاري هم يستفادون من عنده، يسوون قطع يبيعوها بفلوس ويستفادون من عنده، بدل ما يفكروا لك كازينو أنت تستفاد من عنده. على ما يبدو أنه هاي المافيات ما تخاف من ملاحقة قانونية أو من ملاحقة الدولة إلها ولا من أجهزتها التنفيذية، طبعا لأنه هي تتمتع بسلطة أعلى من سلطة الدولة بنفسها. ومو غريب أنه واحد من المتنفذين يحول طريق خدمي بمركز محافظة البصرة إلى مجموعة من المحلات التجارية بدون ما أن يكترث إلى أصحاب المنازل القريبة من المكان أو للدولة أصلا، وبمخالفة قانونية صريحة جدا رغم غضب السكان القريبين وأصحاب المنازل الكبيرة ومناشدات التدخل الحكومي. خلونا نشوف. يعني هذا أحد المتنفذين والمرتزقة، يعني بوري ما الماي راح يبني فوقه ومجاري ما المنطقة كامل يبني فوقه. هذا خط ال 11 بنص المحلات، يعني والله ما أدري زين هذا دخله، هذا الرصيف خذا نزل على الشارع، هذا شارع الوفود مشراق الجديد شركة هونداي سابقا شركة تاتا، هاي معقولة هسه هذا خط ال 11 بوري مال ماي المجاري جواها ولا بعينه ولا بحاجة مو ماشي، يعني هاي امام الانظار ولا واحد يقدر يحاكيه ولا واحد يقدر، وهاي الناس ملتمة. والمشكلة مو هذا شارع رئيسي يريد يسده، هاي المشكلة شارع رئيسي يريد يسده، شان الناس منين هاي منين بتدخل؟ انا بس عندي سؤال بالنسبة للمتنفذ اللي راح يبني هاي المحلات، اكو خط 11 قال عليه بنص المحل خط مال كهرباء راح يتشطل عليه لو يجيب لهم ساعات نظامية، خلي يحكي لنا بهاي، وقل لي المحل اللي راح يكون عندك العمود بنص المحل من يطب المواطن يريد يشتري من هذا المحل يلحب ختيلان ويا العمود حتى يطب ويطلع، اذا 2 جوا وواحد برا شلون يطبون يشلبهون على العمود؟ هذا حال العراق. واللي بعض الناس يقول لك انتوا ايش دا تطلعون صور؟ عمي احنا ما دا نطلع صور، ناسك هي دا تصور.
ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق ويانا من ليث العراقي يقول أغلب تجاوزات في هذا الشارع إلى متنفذين بالأحزاب الفاسدة، وتخيل مدى المبالغ المالية اللي بنت هذه التجاوزات. محمد عامر يجب محاسبة المتجاوزين ورفع جميع أنواع التجاوزات من منازل ومحال وبسطيات. ونور الهدى ما حد يتجاوز وما عنده ظهر قوي جهة حزب. ويوسف طالب عدنان يقول يا ريت يجون التجاوزات ويشوفون أبو الخصيب إيش جاي يصير بيها. والمشكلة أنه لما يقولك واحد لاقي له بيت هيك زاغور صغير بتجاوز ويعرف هو تجاوز ويشتري للتجاوز وأبو الطاب ويطيه سند ملكية بهذا التجاوز، يجون البلدية ورا فترة ويقول لك ألزم الباب ويشيلوه ويهدون التجاوز عليه. بس اللي يبني كازينو اللي يبني محل ما حد يحكي وياه. ليش؟ أنتوا عرفوا ليش. مشاهدينا الكرام، الفساد اللي حكينا عليه، أكو ملف إطعام المعتقلين بفساد كبير وبحجم تناقض تعيش السلطة بين تصريحاتها وأقوالها من جهة وأفعالها من جهة ثانية. على الرغم من أنه وزير العدل أعلن بحكومة الاحتلال التاسعة خالد شواني أنه لما صار هو بالمنصب بشهر تشرين أول الماضي أنه راح يوضع حد إلى ملف الفساد في إطعام السجناء وتقديم الطعام وفق معايير معهد بعوث التغذية العالمي. وتأكد مصادر أنه أسباب فشل السيطرة على هذا الملف الحساس هو بسبب سيطرة المتنفذين على الشركة المجهزة لإطعام السجناء بهدف الاستحواذ على التخصيصات المالية لصالح أحزابهم وميليشياتهم. والهسه قسم التواصل الاجتماعي سوانا هذا الانفوغرافيك. تعاقد مع شركة الميقات لأنه هذه الشركة تابعة لهيئة الحج والعمرة، يعني هيئة الحج والعمرة مثلا تنوب عن وزارة الصناعة. هذا تم من قاصوليا على وجبة الغداء مع 45 نفر، الله شاهدين وياي شوفوا دمي ما بين من 10 نفرات مع 45 نفر، الله شاهدين. أقولها بصراحة هذا العقد كان يعني فيها فقرات فيها لمصلحة الشركة أكثر من أن تكون لمصلحة الوزارة، إضافة إلى العقد من الناحية القانونية قد أحيل على الشركة بناء على قرار من مجلس الوزراء على هذه الشركة بشكل حصري. وبالمناسبة هي شركة تابعة لقطاع العام تابعة لهيئة الحج والعمرة. هلا بحسك هيئة الحج والعمرة هم جهة إسلامية مسؤولة عن واحدة من أركان الإسلام الحج، جهة تمثل العراق في موسم الحج، مسؤولة عن إطعام السجناء أرباحها 164 مليار دينار من الأكل مال السجناء اللي المفروض الدولة تتكفل به وما بأرباح، واللي المفروض السجين لأنه أنت أكبر مصيبة أنه أنت حبست حريته، هاي عقوبته، ما من حقك تعاقبه عن الأكل ولا عن العلاج ولا أنه يشوف أهله ولا أنه يتصل بهم نهائيا. ما من حق أي إنسان مهما كان جرم الموجود داخل السجن، لو مجرم فعلا بالشهود ما من حقك تعاقبه هاي العقوبة أكثر، لأن أنت حصرته بأربع حيطان. تجيك جهة إسلامية 164 مليار بس من الأكل، من غير الأكل إيش قد بايقة؟
مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بصور من مشاركة رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني ويا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بقمة من أجل الديمقراطية اللي صارت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. ومواقع التواصل الاجتماعي بالعراق صار بها جدل واسع واتهامات إلى حكومة الإطار بالتطبيع وراء ظهور رئيس الحكومة السوداني بالمؤتمر اللي حضره وزير أو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني وياهم مجموعة من قادة دول العالم بالقمة، والمتحدثون العرب ما موجودين أصلا عدا العراق وسط ضعف في الحضور العربي هذا العام. وصب المدونون العراقيون كل غضبهم على هاي الخطوة وتفاعل العديد منهم على وسم الإطار التطبيعي اللي تصدر ترند العراق، واختارنا لكم مجموعة من التغريدات. محمد الساعدي، ما أعرف شلون أفاتحكم بالموضوع، بس آخر جمعة بشهر رمضان الجماعة هم يطلعون مظاهرات بيوم القدس لو هم يخافون يحرجون السوداني لأنصار صديق نتنياهو. منتظر الأسد يا بطلع السوداني الوحيد من العرب اللي مشارك بهاي القمة، ما استحيت بالله والله عار. وحسين حداد يقول إساءة للعراق وشعبه أن يحكم العراق هؤلاء الخونة العملاء المطبعين. وماجد يقول الجمعة الأخيرة أكو مسيرة يوم القدس لو زحمة من نتنياهو هاشتاغ الإطار التطبيعي، وكانت هاي بعض من تغريدات الناس على هذا الهاشتاغ اللي تصدر ترند العراق. بالنسبة إلى رسائل واتساب ما وصلتنا أي رسالة إلى حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد عجبتكم، ونلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.